بنو أمية كيف واجهوا أهل البيت؟ هي مو قضية احترام، مو قضية واجب، قضية إنسانية. كل يعني الدواعي موجودة لدفن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما تريد تمتثل حكم شرعي، لا أقل يكون عند الإنسان ضمير، يكون عند الإنسان غيرة على 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 بل نوعا على الإنسان. ترى الحيوان يكون عنده غيرة على حيوان آخر في مثله، ما لا يفتق بجنسه أو بنوعه أبدا، يفتق بحيوان آخر غير نوعه، إلا من البشر يفتقون بأنفسهم ونفس الإنسان. ماذا صنعوا للحسين؟ تركوها على موقعها كربلاء، عاري بأبي وأمي ثلاثة أيام، تركوها. ثم بين لك أمس زينب تقول: أما فيكم رجل يواري هذا الجسد السليم البريء؟ أبدا، ما حد وارى، تركوه. إلى في مثل هذا اليوم، يعني يوم الثالث عشر من المحرم، رجع بنو أسد. بنو أسد الذين اشترى منهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه أرض كربلاء بستين ألف درهم، كما يقول سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، واشترط عليهم وعلى تصدق عليهم أرض كربلاء، واشترط عليهم أن يرشدوا الناس إلى قبره وأن يضيفوهم ثلاثة أيام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ولكن ما وفوا بالحسين بشرطه، فهي حرام على أعدائنا أرض كربلاء، فهي حلال لموالينا وحرام على أعدائنا. وأكره لاحظ هؤلاء لما أن أخذوا الأرض أو أخذ منهم الحسين أرض كربلاء، يقال بأن الحسين أمرهم أن ينصرفوا، يكون بعيدين. إما أنهم ينصروا الحسين إذا سمعوا الواعية، أو ما يريدون يكون بعيدين كل الوقت، طبعا ما يلتزمون، يعني ما يمتلون بحكم شرعي. إذا وجدوا إذا سمعوا واعية الحسين يجمعوا على الحسين الأهل من الناصر. وتعرف لما أن نال الحسين الأهل من الناصر يجيبه كل موجود سمع واعيته، أجابته الملائكة، أجابته الجن، أجابه زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. زين العابدين أجابه، ولكنه بمرضه، مرضه الذي بنى. كيف ما كان، فمضوا بعيدا، فلما أن أقبلت النساء بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وضعت الحرب أوزارها بعد ثلاثة أيام، أقبلوا إلى الفرات يريدون الماء أو يريدن الماء من النساء. تعرف وإذا بهم فزعوا لما أن رأوا تلك الأجساد مضرجة على بوغاتك مقطعة. فدعورنا النساء شافوا أجساد ثلاثة أيام، تعرف الأجساد اللي تستأنس بها الوحوش وحوش البر يستأنس بجسد الإنسان، لكن بعد الله حافظ هذه الأجساد ما أثرت أو ما أقبلت تلك الأسود وتلك تلك الحيوانات المفترسة التي تستأنس بلحوم البشر، أبدا لم تنل من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. حفظ رب العالمين، حفظ الرب سبحانه وتعالى. فلما أن رأينا الأجساد جئنا إلى الرجال، عرفوا بأن ذول أجساد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أخذنا يحمسنا الرجال بعد تقاعدتم عن نصرة الحسين، عن إمامكم أقلتوا أتوارون القتلى توارون، فعند ذلك أقبلوا. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع بهذه الأجساد؟ يجب علينا مواراتها. فعند ذلك قال بعضهم: إذا أخذنا في مواراتها أخاف عين من عيون عبيد الله ابن زياد تراقبنا أو تأتي إلينا فتؤذينا، ماذا نصنع؟ قال: الأمر أن نضع لنا عينا على قارعة الطريق، خلي عين على قارعة الطريق تراقب الناس الرايحة والجاية، فإذا وجدنا أناسا قد أقبلوا من عيون عبيد الله ابن زياد كل هذه ينبهون حتى بعد ذلك نتخلص منهم. وبالفعل ف
فوضعوا لهم عين وأقبلوا لمواراة القتلى. وتعرف ما يعرفون ما يعرفون يعني هذا جسد ما تالي أهاليهم يجون يسألون وين قبر العباس وين قبر الأكبر وين قبر القاسم وين قبر الحميد ما يدري. هذا جسد من؟ هذا جسد من؟ ما يمكن. قالوا إذن لا يعرف إلا جسد الحسين إلا جسد الحسين. لكن سؤالي يا شيعي شلون عرفوا جسد الحسين؟ شلون عرفوا جسد الحسين؟ إما لأنه أكثر نورا كلهم نور كلهم رائحة طيبة لكن جسد الحسين يختلف. إما أن يكون هو أكثر نورا وصباحة وطيبة أو لا يا شيعي لا هذا مو قضية أكثرهم نور كلهم نور ولكن جسد الحسين أكثرهم موضع أكثرهم مكسر مقطع قطعة قطعة كما يقول المؤرخون 4000 جراح في جسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعني بالله عليه موجود في جسد الحسين مكان ما موجود بجراحة ما موجود فقالوا هذا جسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فعند ذلك أخذوا يحركونه فلم يستطيعوا أن يحركوا قطعة من مبصوم لا يواري ولا يلي إلا معصوم مثله. فبينما هم كذلك وإذا بذلك الرجل المرثد أقبل عليهم رجل على فرس وقد ضيق لثامه واغبر بدنه لما رأوه تركوا الأجسام وقفوا بهيئة المتفرجين السلام عليكم. قالوا له عليكم السلام وعليك السلام ورحمة الله. قال ما لي أراكم واقفين أمام الأجسام؟ قالوا جئنا للفرجة والتفرج على هذه الأجسام. قال أصدقوني بالله ما أنتم صالحون أعرفكم أنكم لستم جئتم للفرجة. قالوا له إن أصدقنا كان لنا الأمان. فعند ذلك قال نعم لكم الأمان. قالوا جئنا لنواري هذه الأجسام جئنا لنواريها. فعند ذلك نزل بأبي وأمي صاحب العزاء صاحب المصيبة وأمرهم أن يحفروا قبورا. فحفروا تلك القبور. فعند ذلك أمرهم أن يضعوا فلان في هذا القبر وفلان في ذاك القبر يقولون فأمرنا أن نحفر حفيرا ووضع فيها حبيب. ثم أمرنا أن نحفر حفيرة أخرى ووضع فيها باقي الأنصار وأهل بيته حفيرة أخرى إلى جنب المشرعة وأمرنا أن نقبر فيها أبو الفضل العباس يساعدنا في ذلك. آخر من جعل من جاء إليه ذلك الجسد الموضع تعرفه يا شيخ جسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قلنا له يا هذا أو يا شيخ هل تريدنا أن نكون ونساعدك على حمله؟ إحنا أردنا أن نحمله فما استطعنا بجمعنا. قال إن معي من يساعدني على حمله. بعد أن حمر له حفيرة أو حمروا له حفيرة لكن إمامكم زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بالله يا شيعي كيف يرفع جسد السليم كيف يرفع جسد الذليل؟ كلما رفع الله عضوا منه سقط العضو الآخر وحسيناه. يا بني قطعة باريه
تعلقوا به. طبعا شرح لهم هذا قبر الحسين والى سبيل رجله علي الاكبر، وهذا قبر حبيب، وهذا قبر، وهذه قبور الانصار، وذاك قبر قبر العشيره. هم ان ينصرف صعد فرسه فتعلقوا باذياله، قالوا له بالله عليك من تكون؟ سجاد عمك وصل فيه ويم الشارعات.